اهلا بيكم حضرات الساده المشاهدين في حلقه جديده من الموسم الثالث من برنامجكم كلام عسل، ومعايا انا زينب السعداني ومعايا الدكتوره هلا. اهلا بيكي يا دكتوره معي. اهلا بيك يا زينب، منوراني وان شاء الله تبقي معانا على طول. واهلا بالساده المشاهدين، وزي ما وعدنا الساده المشاهدين ان احنا في كل مره في حلقتنا بقدم لهم وجبه، بس مش وجبه عاديه، الوجبه لابد انها تكون علاجيه. بس الوجبه النهارده ان شاء الله هتكون وجبه وقائيه. زي ما وعدتكم الحلقه اللي فاتت ان انا هتكلم معاكم عن المناعه النفسيه، ازاي اقوي المناعه النفسيه عندي، زي ما في مناعه جسديه عندي مناعه نفسيه ازاي اقدر اقويها. قبل ما نقول ازاي نقدر نقويها ونقدم الشيف بتاعتنا، لازم اهني الشعب المصري بانتصارات 6 اكتوبر المجيده. بقول لهم فعلا حقيقي انت شعب عظيم، بقول للشعب المصري انت شعب عظيم وشعب جميل، ورئيسك رئيس يعني حقيقي احنا بنتباهى بيه، حامي ظهرنا وحامينا كلنا. فحقيقي عايزه اقول لهم كل سنه واحنا جميعا طيبين بالنصر العظيم. كل سنة والشعب المصري بخير وسعادة دايما، وبنصرة النصر دايما ان شاء الله. عايزة اقدم بقى الشيف عبير، عشان هي ان شاء الله اللي يعني هتنفذ لنا المنيو بتاع المناعة النفسية. اهلا بيك يا شيف عبير، ازيك؟ عاملة ايه؟ يا دكتورة هلا، وحدك. هي هتقدم لنا ايه النهاردة؟ كل سنة وانتم طيبين والشعب المصري كله بخير بخير وسعادة وسعادة ان شاء الله. النهاردة احنا هنعمل سمك فيليه بالخضروات والمشروم. ده كل اللي هنعمله النهارده. هو هنقدمه مع رز، احنا جايبين الرز جاهز. حلو قوي. طبعا السمك الفيليه عشان اوميجا 3 وعشان الخضروات، ده مهم قوي اللي بيزود المناعه النفسيه فعلا. وايه تاني؟ ومعانا كمان هنعمل مهلبيه بالدارك شوكليت والقهوه. جميل قوي قوي، لان طبعا الدارك شوكليت دي مهمه، دي نمره واحد. القهوه هي اللي بتزود المناعه النفسيه قوي، وبعدها على طول الدارك تشوكلت، وبعدها الجوز، وبعدين الجوز اللي هو عين الجمل، وبعدين السمك، وبعدين التوت البري. الحاجات دي بتزود المناعه النفسيه جدا، وليها فايده كبيره في السعاده وفي الـ يعني سعاده الدماغ، وفي زياده المناعه النفسيه. كمان عايزين نشكر الشيف شيماء، عامله لنا حقيقي تورتايتين جمال جدا، بتقول لنا شكرا على السيزون الثالث ببرنامج كلام عسل انا وزينب زميلتي، وتورته انتصارات اكتوبر بقى زي ما انتم شايفينها وشايفين جمالها. شفتوا قد ايه تورته جميله، بتعبر حقيقي عن نصر اكتوبر المجيد، والنصر اللي رفع مصر لفوق وخلى اسم مصر يعني كل العالم بيتكلم عن اسم مصر وعن انتصارات اكتوبر المجيده. فبنشكر الشيف شيماء جدا وبنقول لها الف شكر. كانت نقطة فاصل جامد للشعب المصري يعني. طبعا هو كان حاجة جميلة للشعب المصري. أكيد طبعا، وبنشكر شيماء جدا يعني على التورتة قدامنا معروضة قدام السادة المشاهدين. جميلة، شكرا يا شيف شيماء. شكرا، وان شاء الله نوعدك يا شيف شيماء تجي لنا ان شاء الله في حلقة عشان تعملي لنا التورت والحاجات الجميلة دي ان شاء الله. ان شاء الله. قولي لنا يا شيف عبير كده بسرعه المقادير من فضلك. مقادير السمك، معانا سمك فيليه مقطعينه جزل، ومعانا طماطم وخضار بقى، بطاطس وجزر، كرفس، ليمون، معانا فلفل الوان، ومعانا ثوم ومستردة. تمام كده، وحبه البركه. حلوه حبه البركه جدا. طبعا برضو مفيده جدا لزياده المناعه النفسيه. هنبتدي ننزل برضو الالوان في الثوم. حطينا الزيت بتاعنا الماده الدهنيه. اول ما طلعت الريحه بتاعتنا ممكن نحط المشروم بحاله او نشقه اثنين عادي يعني. تمام. المشروم كمان مفيد قوي، بلس ان هو يعني بديل للحوم او البروتين اللحوم، بس في نفس الوقت ملوش الاثار الجانبيه بتاعت اللحوم، يعني ما بيزودش اليوريك اسيد، ما بيعملش حاجات مضره. فيا ريتنا كلنا نتجه للمشروم. المقادير على الشاشه لو سمحتوا بقى الساده المشاهدين، يجيبوا ورقه وقلم بسرعه كده يحضروا معانا، عشان كلنا عايزين مناعتنا النفسيه تزيد. طب يا دكتور، يعني عايزين نعرف الساده المشاهدين يعني ايه مناعه نفسيه؟ ده سؤال طبعا جميل قوي. المناعه النفسيه هي قدره الفرد على حمايه نفسه من التاثيرات السلبيه. التاثيرات السلبيه دي اللي متمثله في الضغوط والتهديدات والمخاطر والاحباطات والازمات النفسيه والتخلص منها. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق التحسين النفسي باستخدام الموارد الذاتيه والامكانات الكامنه في الشخصيه.
يعني ايه بقى؟ يعني انا دلوقتي انا وانتي تعرضنا لموقف ما، انا اقدر اتحمله او انت تقدري تحمليه، لكن انا ما اقدرش اتحمله. ممكن شخصين يتحملوا نفس الموقف، واحد فيهم يخش مستشفى امراض عقليه او نفسيه، وواحد تاني عادي جدا ما فيش اي حاجه. ليه؟ عنده مناعه نفسيه قويه، محصن نفسه، محصن نفسه بثبات انفعالي، محصن نفسه بحاجات كتير، ان هو بيدرب نفسه على انه يتحمل المواقف الصعبه، اي مواقف يعني حاطط في دماغه ان هو ممكن الموقف ده يتعرض ليه ناس تانيه ويستقبلوه استقبال عادي جدا. ففعلا المناعه النفسيه دي مهمه جدا. كمان يا زينب، كل ما يكون مناعتي النفسيه زياده بيبقى مناعتي الجسديه كويسه. جميل. لان في امراض كتير بتيجي نتيجه الحزن والقلق والاضطراب، ان انا مش قادره اواجه الحاجات دي. طب هل في اعراض يا دكتوره او ملامح لنقص المناعه النفسيه؟ اكيد طبعا. وسؤال جميل. طبعا في ملامح، احنا مش هنقول اعراض بقى، هنقول عليها ملامح. يعني تمام. الشخص اللي عنده نقص في المناعه النفسيه تلاقيه ما بيقدرش يتحمل الامور كلها، بيضعف قدام اي اضطراب، اي قلق، اي توتر، اي حاجه. كمان بيبقى عنده ضعف في درجه النضج الانفعالي، ضعف في المقاومه والفشل والاستسلام للياس. بيبقى عنده كمان ما بيقدرش يسيطر على نفسه في المواقف الصعبه. ما بيقدرش يتحملها، زي ما قلت لحضرتك كده، ان هو ممكن ايه يخش مستشفى امراض نفسيه. بالظبط كده. فاحنا لابد ان احنا يعني ندرب نفسنا ان احنا يعني نقول يا جماعه، اولا ده قضاء وقدر. أكيد كلنا طبعا. يعني وفيما معنى الايه او يعني كده ايه، ولقد خلقنا الانسان في كبد. كلنا عندنا كل الناس بالظبط، كلنا عندنا مشاكل وكلنا عندنا حاجات بنتعرض ليها. فلازم نحمد ربنا، لان برده لو جينا قارنا نفسنا بالاخرين هنلاقينا احسن من غيرنا. هلاقيني احسن من حد ماشي على عجله، هلاقيني حد احسن من حد كفيف ماسك عكاز، هلاقيني احسن من حد ما بيسمعش. يعني احنا عندنا نعم كتير، لو نقدر نستغل النعم دي كلها ونشكر ربنا عليها، عمر ما هيبقى مناعتنا النفسيه قليله، وعمر ما هيجي لنا اكتئاب ولا وسواس قهري ولا الكلام ده كله. وبعتقد برضو يا دكتوره ان العامل الاساسي في الموضوع ده قوه الايمان. ده فعلا حقيقي. لازم يبقى عندي قوه ايمان طبعا. قوه ايمان بالقضاء والقدر وشره وخيره. نبقى مؤمنين ان الابتلاء في حد ذاته بيبقى رحمه من الله سبحانه. ده اكيد، ده اكيد طبعا. اكيد الانبياء والرسل كلهم ابتلوا، كلهم عندهم جالهم ابتلاءات، بس برضو ازاي قدرنا نتحمل. يعني وحتى ربنا معلمنا في القران كتير ان احنا لما يجي لنا مصيبه نقول انا لله وانا اليه راجعون، وفي السنه وفي الاديان الاخرى. يعني لازم نتحمل كل الصدمات او كل المشاكل اللي بتجيلنا. في حديث برضو عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: عجبا لامر المؤمن، ان اصابه ضراء شكر فكان خير له، وان اصابه ضراء صبر فكان خير له. اكيد اكيد طبعا. حديث جميل. وفعلا يا ريتنا كلنا نقدر نتعامل مع بعض او مع المواقف بطريقه عاديه جدا، بثبات انفعالي، بتماسك نفسي، الكلام ده كله. هنستأذنك نشوف الشيف عبير. ها وصلنا ايه الشيف عبير؟ حطينا المشروم، حطينا السمك ونديله تقليب كده، وحطينا الثوم في البدايه. هنحط بقى البهارات بتاعتنا اللي معانا، اللي هو حبه البركه والكمون. الكمون كمان مفيد قوي. حبه البركه ديت مفيد كمان يا جماعه للقولون العصبي، والقولون العصبي دايما الناس اللي عندهم مناعه نفسيه قليله بيبقى عندهم قولون عصبي، ونلاقي غازات، وده دليل جد قوي جدا ان المناعه النفسيه الضعيفه بتؤدي الى مناعه جسديه ضعيفه. وزي ما قلت قبل كده، في امراض كتير جدا بتيجي نتيجه مناعتي النفسيه قلت، امراض عضويه، يعني بيقلب النفسي الى عضوي. فالامراض العضويه دي بتيجي يا جماعه، في ناس كتير عايزه اقول الكانسر او السرطان في نسبه كتيره قوي منه بيجوا نتيجه الامراض النفسيه. الكانسر التهاب المعده، التهاب القولون، امراض كتيره جدا. فليه يا جماعه احنا معرضين كلنا للاضطرابات النفسيه، يعني لحاجات نفسيه نشوفها او حاجات صعبه نشوفها في حياتنا. فيا ريت ما ناخدهاش، ناخدها كده بهدوء برضا. اتفضلي. هل يوجد اي شيء يزود المناعه النفسيه؟ اكيد طبعا، في حاجات كتير بتزود المناعه النفسيه زي ما حضرتك قلتي كده. اول حاجه الايمان. تمام. والرضا واليقين ان مع العسر يسر. ده تمام. بيبقى يقين، يعني انا واثقه من ايات ربنا، فعارفه انه لازق فيه، يعني لازق في العسر يسر. تمام. فاما مر بعسر كتير هيبقى لازق فيه، واتكررت مرتين يعني للتأكيد. فدي نقطة مهمة.
تاني حاجه اشوف يا جماعه بدايل للحلول، يعني انا في للحلول بدايل لحلول المشكلات، يعني انا جات لي مشكله مش عارفه احلها، ف لو مها استاذن الساده المشاهدين، استاذن الساده المشاهدين معانا مها. ايوه يا مها اهلا بيكي. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ السلام، اهلا بيكي. انا بحب حضرتك جدا، بحب كلامك واسلوبك في الحوار. ميرسي قوي يا مها، انا بحبك انا كمان. ربنا يخليك. انا بس عندي سؤال، انا بقالي فتره يعني بسيطه سنجل مذر وعندي اولاد وكده، انا على طول ببقى حاسه فكري دايما مستقبلهم، اعمل ايه، يا ترى هواجه الحياه بيهم ازاي، بتعب كتير نفسيا، بقعد افكر في اللي حصل واسباب الانفصال وانا ما كانش ليا ذنب، برضه بتعب نفسيا فمش عارفه اعمل ايه، وبقعد كتير جدا بالايام ما مش بنام وبتعب وبضطر اكشف على الدكاتره بسبب التعب النفسي. انا عارفه ان كل حاجه بايد ربنا، بس انا فكر المستقبل لاولادي مخلي مسيطر عليا بطريقه صعبه، مش عارفه بقى بصراحه اعمل ايه. بص يا مها اشكرك. عايزه تكملي؟ خلصنا ولا لسه؟ لا يعني انا كنت بقول لحضرتك على ديت وعايزه بس اشوف، يعني احنا كل حاجه بايد ربنا، ولو ربنا مثلا رزقنا بحاجه خير او شر يعني بنحمد ربنا عليه، بس انا بقعد اقول يا رب يعني انا ما استمرتش في جوازي كتير، فهو كان ليه ولاد، انا اساسا حصل ولاد في فتره قصيره وتوأم، فانا كنت بقعد على طول اقول كده، فمش عارفه ده بقى يعني صفات حرمانيه، انا عارفه ان كل حاجه بايد ربنا بس غصب عني. شكرا. اشكرك يا مها. بصي مفيش حاجه اسمها سنجل ماذر، بصي انت طبعا انا شايفاكي مؤمنه وعماله تتكلمي وتقولي كل حاجه بايد ربنا، التوكل على الله طبعا واليقين، لابد ان انت تعملي خطه لحياتك، ما تخافيش خالص طول ما انت مخططه لحياتك ومع ولادك، ولابد ان انت تشركي ولادك معاكي في كل حاجه، مفيش حاجه اسمها سنجل خالص، ولادك لو حتى عندهم 3 سنين هيساعدوكي، هتكتبي لهم هيلب يور سيلف في قلب الاوضه بتاعتهم، يعتمدوا على نفسهم، هيساعدوكي في المطبخ، هيساعدوكي في كل حاجه، فلابد ان انت تعملي خطه مشتركه بينك انت والولاد واهداف، والستبس بقى او الخطوات اللي انت هتخطيها انت واولادك، ولابد ان انت تعرفيهم ان ليهم دور. خلي بالك لابد ان انت تعودي اولادك على التكيف. يعني ايه التكيف؟ يعني لا قدر الله لو حصلت حادثه في البيت مثلا، عندي في بيتي مثلا، ولادي هيتكيفوا معاها ازاي؟ لو انا ماشيه، لو حد ماشي وحصلت له حادثه وبقى برجل واحده يتكيف ازاي؟ عشان كل ما نعود ولادنا على التكيف اللي في حياتنا هيطلعوا سويين، وهيطلعوا يقدروا يقابلوا الصدمات ويحلوا المشكلات ويعملوا بدائل للحلول، وبلس ان هم ما يلجاوش بقى لا قدر الله للدراجز او للتعاطي حاجه او الكلام ده كله. مهم قوي ان انت تعوديهم يشاركوكي وتتوكلي على ربنا، زي ما قلت لك هيبقى هتعملي خطه مشتركه بينك وبين الولاد، ولا ايه زينب؟ ايوه، واضيف كمان ان هي تصاحبهم، بالظبط كده، حلوه قوي، حلوه يعني قوي، تصاحب اولادها وتبقى سرهم يعني كمان. اكيد يعني دي برضه هتساعد معاها كتير. اكيد اكيد طبعاً. ايوه ولاء اهلا بيكي، ازيك يا ولاء؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي يا ولاء. إيه لو سمحتي انا كنت عايزه ادخل مع الشيخ عبير. اتفضلي الشيف عبير معاكي اهي. السلام عليكم. ايوه الشيف عبير، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله، والله انا بحبك جدا يا شيف عبير ومتابعاك في برنامجك وفي حلقاتك كلها. الله يخليكي حبيبتي، الله يخليكي. معانا النهارده السمك، لو جربتيه ونفذتيه هيعجبكم جدا. عايز اكله هو على النار كده، ما شاء الله تسلم ايديك يا حبيبتي. طب شوفينا بقى واحنا بنحط له المسترد علشان نحطه مع الخضار بتاعه. لا تسلم ايديك، والله بتعجبني وصفاتك كتير. الله يخليك، هو البركه برده في الدكتوره هاله، هي برده بتدينا ايه الداتا اللي نمشي عليها برده. اشكرك يا شيف عبير، لا انت برده بركه، وكملي لنا الطريقه كده بس ما نخلص. انا حطيت بقى معلقه المسترد وكل البهارات بتاعتي، وادي الخضار بتاعي برده. تمام، فريش سيفا، كله فريش، خضار كله فريش. شكرا يا استاذه عبير. ونبتدي بقى ننزل المشروم بالسمك بالصوص على الخضار. تمام، تسلم ايدك يا شيف عبير. هندخله حاجه بسيطه لان احنا تقريبا ايه سويناه، ندخله حاجه بسيطه كده في الفرن. ماشي، احنا هنحط له زيت تاني، يعني استوى شويه، نص سوى. تمام، هنحط زيت وهنحط زيت زيتون. زيت زيتون. طبعا انا عايزه اكد للساده المشاهدين على فايده زيت الزيتون، زيت الزيتون اللي مش سخن، اللي هو الني البارد، مهم جدا
لكل الاضطرابات النفسيه والسلوكيه يا جماعه. حتى تلاحظوا ان في اكلنا كله معظمه اسماك، تونه، زيت زيتون، حاجات اللي فيها اوميجا 3، مكسرات، شوفان، شوكليت، دارك شوكليت، كل الحاجات دي مفيده قوي لكل الاضطرابات النفسيه والسلوكيه، تقريبا عامل مشترك معاهم كلهم. احنا خلصنا الصينيه كده هندخلها بس الفرن. يا دكتور انا كنت عايزه اسال حضرتك بالنسبه للشوكليت، الاطفال اللي هم يعني اللي هم بيبقى عندهم مشاكل نفسيه مثلا، ده يعني اكيد بيهيئ نفسيتهم او بيريحها مثلا اكيد شويه. اكيد طبعا الدارك الشوكليت دي ليها فوائد كتير جدا عشان فيها الكافيين، بس طبعا بنسبه معينه عشان ما تاديش للسمنه وتادي لحاجات تانية. كل حاجه على فكره الكافيه او القهوه والشوكليت والحاجات دي ما تزيدش عن 300 جرام في اليوم. 300 جرام عشان بعد كده زيادتها بتعمل مشاكل تانية. فعشان كده يا جماعه بالنسبه للجماعه اللي بيشربوا 7 و8 فناجيل قهوه في اليوم يعني لا قهوه كفايه فنجان واحد او ممكن فنجانين او 3 يعني ممكن يعني تمام. اكملي يا شيف عبير. خلاص بقى انا هدخلها الفرن. هستأذنك ناخد اميره. اهلا يا اميره، اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي يا اميره. انا برحب بالشيف عبير وبشكرها على كل الحاجات الجميله اللي بتقدمها لنا. معاكي الشيف عبير. انا بصفتي كمدير مدرسه بشكرها لان انا استفدت جدا من الاكلات اللي سيادتك الدكتوره بتشيري بيها والشيف بتعملها، استفدت بيها لاولادي الطلبه برضو. وان شاء الله باذن الله نستعين بالشيف بقى ان شاء الله في يوم كده. بس الشيف توعدني بقى على الهواء انها تيجي بقى تقدم لنا وجبه قدام الطلبه كلها علشان الامهات ويبقى فيها امهات كمان يستفادوا منها باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي، ميرسي جدا على الاتصال يا امير. طب ان شاء الله يعني انا طبعا حابه اشكرك اميره اللي كانت بتتكلم، اميره مش كده؟ اشكرك يا اميره ونشكر طبعا الشيف عبير على جمهورها الحلو، وان شاء الله هرجع لكم تاني فاصل وهرجع لكم تاني، استنوني. ورجعنا لكم تاني حضرات السادة المشاهدين، واهلا بيكم مرة تانية. احنا طبعا بنتكلم عن انتصارات اكتوبر المجيد، نصر الشعب المصري، النصر العظيم. لو قعدنا بقى نتكلم حلقات عليه مش هنقدر نقول رد الكرامة ونقدر نقول رفع راسنا لفوق، وان العالم كله كان بيتكلم عن مصر والمصريين وحاجات كتير جدا مش هنقدر نتكلم، مش بحقيقة مش هيكفينا حلقات. عشان كده احنا يسعدنا استضافة ضابط طيار خالد عبد الوهاب. اهلا بحضرتك، منورنا. اهلا بحضرتك. هنتكلم من خلال وجود حضرتك عن نصر اكتوبر، النصر العظيم. بص يعني عايز اقول لحضرتك ان كل نصر او كل نجاح بيبقى ليه اسباب. تمام. فاحنا يعني حقيقي نفسنا من خلال وجود حضرتك ان انت تعلم الشباب الصغيرين والشعب المصري الجميل ازاي قدرنا ننجح وازاي قدرنا ننتصر، ايه هي المعايير وايه هي الاسباب اللي وصلت الشعب المصري للنجاح ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول برحب بحضرتك واتشرف بحضرتك وبرنامج حضرتك الجميل وبالساده المشاهدين. اشكرك. لا طبعا كانت حرب رد اعتبار وحرب رد كرامه، وكانت لنا ارض مغتصبه سيله ولنا قضيه، فلازم كنا نحقق النصر ان شاء الله عشان نرد الارض بتاعتنا ونرد الكرامه بتاعتنا، الكرامه المصريه. فمن ضمن تحقيق النصر له اسباب. الاسباب اول اسباب طبعا ان ربنا طبعا ما بيحبش الظلم، احنا كنا مظلومين والارض بتاعتنا متاخده ولنا اولاد ماتوا في سينا، الجنود بتاعتنا ماتوا في سينا في 67 واحنا اصحاب قضيه محترمه يعني، فلازم طبعا نرد الاعتبار. فطبعا اسباب النجاح طبعا ربنا الكريم وان هو كرمنا في الحرب دي وكان معانا لان احنا مؤمنين بالله، وطبعا اخذنا بالاسباب. بقيت الاسباب طبعا ان طبعا الشعب الاول وقف جنب الجيش المصري، تعاون مع الجيش المصري كله، ودي طبعا كانت ملحمة كاملة جدا بأجهزة الدولة كلها. الشعب المصري حتى الأم المصرية وقفت جنب ابنها وهو في الجبهة، أما كان ينزل لها أجازة تشجعه، يا ابني خلي بالك احنا عايزين النصر، عايزين بإذن الله خلي بالك من زمايلك. يعني كده نقدر نقول يا فندم إن الأم المصرية لها دور كبير من زمان قوي
طبعا يعني فعلا الحقيقي الام المصريه والزوجه المصريه والاخت والابنه حقيقي لها دور كبير من زمان في من ايام كمان الرسل والانبياء. طبعا التاريخ المصري كله. هنستأذنك يا فندم ناخد ايمان. اهلا بيكي يا ايمان، ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيكي منوره. شيف عبير؟ ايوه شيف عبير. ايوه ايوه ازيك حبيبتي؟ مع حضرتك شيف عبير يا ايمان. ايوه حبيبتي ازيك؟ يا رب ان شاء الله كده كلام الاستاذه يعجبكم في العلاج النفسي، وكله بيبقى مرتبط بالاكلات اللي احنا بنعملها. انت كويسه؟ الحمد لله. ها عامله ايه يا شيف عبير؟ تمام. عاملين سمك النهارده، اتفضلوا معانا. اتفضلي يا استاذه. اشكرك اشكرك يا عبير، متشكره. اتفضل يا فندم كمل. كانت ملحمة جامدة من الشعب المصري والقيادة السياسية ان تقوم المعركة دي. طبعا ربنا معانا عشان احنا اصحاب قضية ومحترمة وعايزين ناخد حقنا. فقام جميع الجهات اللي في البلد كلها قامت عشان تحقيق هذا النصر. اول حاجة الشعب كله استحمل طبعا، عشان البلد في 67 كانت معداتنا انتهت، فلازم نشتري معدات جديدة. فطبعا الشعب مسك على نفسه عشان الجيش المصري يشتري المعدات دي، وبدأ الشباب يشجعوا الجنود اللي على الجبهة، وبدأوا يدخلوا يعني يتقدموا عشان يدخلوا جوه الجبهة مع زمايلهم، وبدأت تتحط خطة من أول لحظة بعد الهزيمة في 67. الخطة دي أول حاجة فيها طبعا الاستعداد النفسي، وبعد كده شراء المعدات، وبعد كده التخطيط لكل حاجة. حتى كانوا بيسمعوا للضابط الصغير والجندي ايه اللي نعمله عشان يحقق لنا النصر. وكان الدفاع الجوي زمان كان قبل 73 كان ضمن القوات الجويه. في 67 حصل ان اسباب الهزيمه قالوا طبعا في ضباط موجوده في الخدمه، ناس كبيره في السن، ناس موجوده في الخدمه بالحب بقى وبالصداقه مع فلان تعينه. قال لك لا، هنشوف الحاجه الناس اللي عندهم كفاءه، الناس الخبره واللي عندهم كفاءه، هم دول اللي هيكون بسببهم ان شاء الله هنحقق النصر باذن الله. فبدا يمشي بعض العناصر ويجيب عناصر جديده، منها مثلا سياده الفريق اول مذكور ابو العز بعد ما تعين محافظ اسوان. واللي خلاه يتعين محافظ اسوان بعد ما كان قائد قوات الجويه كان اصلا بيقول انا عايز اعمل حظائر للطائرات، فما حدش سمع كلامه، فضربت الطائرات دي على الارض وهي مكشوفه في 67. فطبعا اجابوه تاني يوم المعركه، قالوا تعالى عشان سياده الرئيس عايزك جمال عبد الناصر. فقال له شوف انت عايز ايه يا مذكور. قال له يا فندم انا هعمل اول حاجه حظاير، تاني حاجه لازم اروح ادخل بضربه دلوقتي النهارده او بكره او بعده في خلال الثلاث ايام دول جوه تل الابيب اضربهم عشان اعرفهم لسه الطيارين الموجودين في طيارات، في طيارين وفي جيش لسه للجيش المصري. ودي رفع كفاءه ودي رفع معنويات للجيش المصري. وفعلا نفذ الضربه دي حضرتك، وكانت ضربه محققه وانها نتائج كويسه، حتى هم العدو استغرب. بعد كده بدات الخطه ان يحصل الحرب كبيره عشان لازم نسترد ارضنا اللي اتاخدت مننا. اول حاجه طبعا نشتري معدات، وبعد كده يحصل دعم للجندي المقاتل اللي على الجبهه، بعد كده يبتدي تدريب القاسي ان هو يبقى داخل معركه شرسه وينتقم لزمايله اللي ماتوا والارض اللي اغتصبت، ويبقى فيها سريه وفيها مفاجاه وفيها حاجات كتير اشتركت مع بعضيها وروح قتاليه. هنستاذنك بس شيماء نرد عليها. اهلا بيك يا شيماء، ازيك؟ الحمد لله. ازيك انت؟ ازيك يا حبيبتي؟ صوتك الحمد لله. صوتك صغير خالص، انت عندك كام سنه؟ عندي 20 سنه. ما شاء الله، ده انت صوتك عامل زي صوت الاطفال. اتفضلي يا شيماء. الله يبارك فيك يا رب. بس عايزه اقول انشوده للشهداء. افندم عايزه تقول انشوده للشهداء. اتفضلي يا شيماء. الله اتفضلي. جميله جدا يعني طبعا. عمر الشهيد عمر الوحيد حضن الرضا بعد الصمود ومضى الى دار الخلود، وزعته والدمع ميل والبعد بات معذبي. ما شاء الله. نشكرك يا شيماء، جميله. اشكرك. في
صوتك جميل جدا ان شاء الله. يعني نقول حضرتك زي ما قال مثلا فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان كان فعلا من ضمن اسباب النجاح ان تعاون الشعب مع الجيش، حتى الممثلين حتى الاعلام حتى كل حاجه. يعني مثلا عبد الحليم حافظ قدم اغاني فيها وطنيه لحماس الجنود على الجبهه، والشباب دعم الشباب ان هم يدخلوا عشان يجهزوا نفسهم للمعركه مع زمايلهم اللي هم على الجبهه، والجنود نفسها كان بيجي وقت ان هم المفروض يسلم نفسه بقى للملكيه ويبعد عن معسكرات الجيش لان وقته انتهى، كان بيفضل يستنى عشان يفضل يحارب. طبعا دور الازهر برضو يدخل الوحدات العسكريه ويعرفهم يعني ايه الشهاده، يعني ايه رد اعتبار للبلد، رد اعتبار للوطن كله. فتكاتفت كل الجهات دي وكل انظمه الدوله، وتم الحمد لله بفضل الله النصر لمصر ونصر العرب كله الحمد لله، وخدنا ارضنا الحمد لله. طبعا في الفتره دي حضرتك يعني امس السيد الرئيس انور محمد انور السادات بمحاولات طبعا بذكائه ان هو مثلا يحاول يخلي ناخد الارض بالسلم مع اسرائيل، رفضوا الفتره دي. فطبعا قرر المعركه وعمل الخطه جامده جدا مع زملائه، والحمد لله انتصرنا كلنا الحمد لله بفضل الله. مصر كان لمصر والعرب كلهم الحمد لله. طبعا من خلال كلام حضرتك طبعا كلامك جميل، ان احنا فهمنا ان التخطيط مهم قوي لنجاح اي انتصار او اي حاجه. كمان يا جماعه مهم قوي ان الشعب والجيش يبقوا ايد واحده، يعني طبعاً. اي بلد، مش انا بتكلمش حتى عن مصر بالتحديد، يعني لابد ان الشعب والجيش يبقوا فعلا في تعاون بينهم لان اهدافهم واحده وميول، يعني الهدف مصر او البلد بتاعتهم. فدي اعتقد يعني حاجه كبيره بدليل ما حضرتك قلت الازهر والامهات مع كله كان مع الجيش بالظبط. فان احنا كمصريين طول عمرنا اكيد طبعا. وبعدين يا ريت برضو حضرتك تقول لنا يعني وتنصح الشباب ازاي نستفيد من هذا النصر. سؤال جميل. انصح الشباب ان هم يبصوا لتاريخهم، تاريخ بلدهم طول عمرهم، لما بيتحط ايديهم في ايد القائد بتاعهم بيحققوا النصر. يعني القائد ده طالع منهم اصلا، بيحقق احلامهم، بيحقق طموحاتهم. فلما يحط ايديهم في ايديه هو عايز ينفذ احلامهم. اذا كان يحقق احلامهم في حرب عشان ياخد ارض اغتصبت، او يحقق احلامهم في بناء مصانع ضخمه زي الايام دي مثلا وبناء البلد كلها تنميه ليهم برضه، بتنميه برضه ان هم يكون عندهم ضمير في صناعتهم لاي مهنه بيعملوها باي حرفه، ويفتكروا بلدهم ويفتكروا مصر، يفتكروا تاريخهم العظيم وصناعتهم، كانوا في يوم من الايام اسياد العالم. اكيد طبعا. بنشكر حضرتك بس كده. وبرضه بحب ان هم يعني يستغلوا اماكنهم او مناصبهم في ان هم يتقنوا عملهم عشان طبعا ده اكيد. الاتقان ده هو الجوده، هو ده اللي هيساعد على التصدير، هو يساعد على كل حاجه باذن الله. اكيد طبعا. وفلوس في الاخر ترجع لهم، لان انا عارفه ان هم بيحبوا الفلوس قوي. فعموما انا طبعًا. بشكر حضرتك نورتنا وكلامك جميل جدا، افادنا وافاد الشباب. ويا ريت فعلا الشباب كلها يعني يبقى عندهم انتماء لبلدهم وحب بلدهم والكلام ده كله. ان شاء الله هناخد فاصل وهنرجع لكم مع مشكله جات لنا على السوشيال ميديا. المشكلة دي دايما بتجي لنا ان الزوجة الاولى بتشتكي من الزوجة التانية، المرة دي الزوجة التانية هي اللي جاية تشتكي، بتقول انا دايما المجتمع بيقول عليا ان انا خطفت رجالة، ان انا خربت بيوت، ان انا دخيلة. استنوني بعد الفاصل نشوف الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. مساء الخير. كنا عايزين نعرف رأي حضرتك في الزوجة التانية، هل هي دخيلة ولا المجتمع اللي حكم عليها بكده؟ لا، هو المجتمع حكم عليها بكده، علشان يعني في الأول والآخر هي سنة الحياة. إن مثلا لو مثلا نقول مثلا على الإسلام يعني حلل إن راجل يتجوز واحدة واتنين، بسبب إن دلوقتي عدد الستات في المجتمع أكتر بمراحل من عدد الرجال من ناحية الحب اللي بتحصل وكده يعني. مساء الخير. مساء الخير. كنا عايزين نعرف رأي حضرتك في الزوجة التانية، هل هي خطفت رجالة أو دخيلة أو الظروف هي اللي حكمت عليها بكده؟ هو بالنسبة للزوجة التانية يعني ما نقدرش نسميها يعني خطفت رجالة أو دخيلة أو كده، هي ممكن الظروف حكمت عليها بكده، ممكن يكون إن هي مش ما بتشتغلش أو مش أقدر أقول إنها ما عندهاش اتصالات بناس او كده، او اجتماعاتهم قليله بالنسبه للعيله وكده، فبتبقى تكبر، ولما تكبر بقى بتلاقي يعني واحد ممكن يكون يختارها كزوجه ثانيه يعني. طيب. فبتقبل.
تمام. وايه هي المواصفات اللي نقدر نقول بتضطر الراجل ان هو يجيب زوجة تانية؟ ليه الراجل بيختار زوجة تانية؟ يعني بيختار زوجة تانية لان في مشاكل مع الزوجة الاولانية او الزوجة الاولانية مش هو مش مرتاح معاها، في مشاكل يعني، او نفسيا يعني حاسس ان هي مش عاطياله احتياجاته نفسية اي حاجة من الحاجات دي يعني. تمام. وايه هي المواصفات اللي تخلي الست كاملة وجوزها ما يضطرش ان هو يتجوز عليها تاني؟ لا يعني ما نقدرش نقول يعني مواصفات الست كاملة وجوزها ما يقدرش يتجوز عليها تاني، هو هي قبل اي حاجة لازم تكون يعني تريحه تفهمه يعني. هقول ما الزوجة الاولى تفهم زوجها وتشوف طلباته ايه، وطبعا هو طبعا هو يعني هي لها طلبات وهو له طلبات، يعني بحيث ان هم يبقوا في يعني اتفاق تام، فمش هيبقى في مشكله. مساء الخير. مساء الخير. كنا عايزين نعرف راي حضرتك في الزوجه الثانيه، هل هي خطفت رجاله ولا الظروف اللي حكمت عليها بكده؟ لا طبعا الظروف اللي حكمت عليها بكده، ربنا عز وجل طبعا في دين الاسلام يحل لنا زوجه واثنين وثلاثه واربعه، لان بتكمل للراجل حاجات معينه بتعجز الست الاولى عنها، خد بالك، سواء ممكن من جمال او اطفال، تمام، فبتيجي الزوجه الثانيه والثالثه والرابعه بتعوض الراجل اللي هو مش لاقيه في الاولى. لا ده لا المجتمع اللي ظلم. تمام. ده شيء اكيد يعني. وايه هي المواصفات اللي تخلي الست كامله من وجهه نظرك وجوزها ما يتجوزش عليها؟ هو ست كامله دي صعب، لكن نقدر نقول يعني بقدر الامكان، اول هم تكون طبعا مهتميه بنفسها ببيتها، تمام، باللي يخص زوجها اذا كان والدته او والده موجود، دي حاجه عزيزه عليه جدا ان تهتم بيهم، بتكون طبعا الخلق الدين، ودي في رايي اغلبيه المواصفات يعني. بس برضو ما يمنعش ان يكون في زوجه ثانيه وثالثه، لان دي حاجات مرينا بيها وفي الصعيد وفي الفلاحين، ما شاء الله الزوجة الثانية والثالثة بتعمل عيلة وعزوة، تمام، وبالأخص طبعا لما يكونش الزوجة الأولى مثلا محروم من الأطفال، لا بتيجي الثانية والثالثة بتعوضه، لأن طبعا ما ينفعش إن هو يعيش محروم من الأطفال وعنده فرصة واثنين وثلاثة، فدي لا مظلوم مظلوم. ورجعنا لكم تاني حضرات السادة المشاهدين، بأكد عليكم أنا عايزة مناعتكم النفسية كلكم تبقى فوق خالص في السماء، لو سمحتوا مفيش حاجه بتجيب امراض عضويه غير الزعل والامراض النفسيه، وبتجيب والامراض النفسيه، اي حاجه تحصل لنا عادي جدا هتعدي وهيبقى معاها يسر، عايزين بس نفكر ونستعينوا بالله عايزين نروح بس للشيف عبير من فضلكم كده نشوف. لا باقي لك ايه يا شيف عبير؟ باقي ليش الا المهلبيه. طيب معايا جبنا مقاديرها الحليب، حطينا الحليب غلي. ماشي. قلنا المهلبيه بايه وايه يا شيف؟ قلنا بالدارك شوكليت والقهوه. تمام. انا حطهم الاثنين ايه مقلبهم على بعض. الساده المشاهدين يحضروا ورقه وقلم بقى ويكتبوا لنا. هنحط حاجه بسيطه ماء ورد عشان ايه تدي نكهه كده وريحه، وهنحط السكر. ايوه يا شيف عبير كمان. هي اصلا مش بتاخد اي حاجه يعني زي المهلبيه العاديه، بس احنا الفايده بتاعتنا في الدارك شوكليت. طيب المقادير المقادير نص المقادير كده المقادير على الشاشه. بس الطريقه احنا حطينا اللبن غلي، حطينا السكر، حطينا ماء الورد، هنبتدي نحط الشوكليت بتاعنا ونقلب دارك شوكليت على قهوه. تمام. اتنين. اول ما يدوب خالص معانا، اخر خطوه ممكن نعملها بعد ما يدوب خالص، هنحط ايه معلقتين النشا. تمام. هي حاجه هي سهله خالص، مش حلوة بتاخد قوي. اي وقت استخدمت يا شيف عبير الدارك شوكليت والقهوه مهمين جدا يا جماعه. حضرتك انا اتكلمت معاكي قبل الحلقه وفهمت ان هي بتفيد برضو في بالزبط. في العلاج النفسي بالظبط، الكافيين بتفعل يعني بيفيد العلاج. بصي احنا النهارده يا زينب بنتكلم بقى عن الزوجه الثانيه، عايزين نشوف اللي شاكيانا اللي شاكيالنا النهارده على الصفحه بتاعتنا واللي بتشتكي. المره دي احنا فوجئنا ان هي اللي بتشتكي، بتقول يا جماعه انا مظلومه. انا طبعا حالات كتير جات لنا، من ضمنهم واحده ربت ولادها وقعدت مع امها وابوها لما توفوا كبرت،
فاضطرت تتجوز تبقى زوجه ثانيه لان سنها كبر. بالمناسبه عايزين نشوف كده يا زينب، انت كنت قلتي لي معاكي احصائيات بتقولي فيها يعني في عدد رجال ونساء فاتهم سن الجواز. ممكن فعلا للاسف نسب يعني بصراحه رهيبه جدا. طب ممكن تقولي لنا يعني النسب؟ يعني بالنسبه للرجال 687,000 للرجال. يا نهار ابيض، ده فاتوا سن الزواج. فاتهم سن الزواج. وبالنسبه للاناث 472,000. عدد كبير جدا، ومش هنقول كمان عدد نسب الطلاق والمحاكم والكلام ده. فعايزين يا جماعه نشوف فعلا هل الزوجه الثانيه فعلا زي ما هي بتقول المجتمع بيبص لي نظره دونيه، بيقول عليا ان انا دخيله، بيقول عليا ان انا خطفت رجاله، بيقول عليا خربت بيوت، هل فعلا كده ولا هي الظروف اللي يعني اللي وصلتها انها تبقى زوجه ثانيه؟ هل هي ظالمه ولا مظلومه؟ هل هي مجني عليها ولا جانية؟ طبعا مش عايزين نقول الألفاظ الكبيرة بتاعت المحاكم. أيوة. دي بس ده حاجات كتير جات لي على السوشيال ميديا. هي بتختلف طبعا تبع يعني ظروف كل واحدة. هنستأذنك معنا تليفون. أهلا بيك المهندس سامي الجهري، أهلا بحضرتك، تفضل. أهلا وسهلا. أهلا تفضل، هتقول رأي حضرتك في الزوجة التانية ولا حضرتك متصل بينا ليه؟ طب بالنسبة للزوجة التانية انتوا يعني بتخيروا نفسيكم او بتقولوا عليها ان هي جانيه ولا مجني عليها ولا هي مش كده خالص؟ طب اتفضل قول راي حضرتك. الزوجه الثانيه عباره عن ست ليها حقوق وعليها واجبات. تمام. المفروض ان هي ليها حقوق عند المجتمع اللي هي عايشه فيه، ربنا منحها انها ممكن تتزوج سواء بعد الطلاق او بعد ما كانت أرملة أو حتى كانت بنته كبرت في السن. حقوق لبني آدم زي أي ناس يعني. فعلا صحيح. يعني هي مش ظلمة. إنما إمتى تكون ظلمة؟ لو هي حققت ظلم على الزوجة الأولى أو على حتى زوجها اللي بيتزوج. أشكرك يا باشمهندس، كلام حضرتك طبعا مظبوط. ان الزوجه الثانيه يا جماعه ليها حقوق وليها واجبات. ممكن الظروف قوي تكون يعني ادت انها تكون زوجه ثانيه. ظروف كتير، ظروف حياتيه كتير، ربت اخواتها، ارمله، مطلقه، مش معنى كده انها تقعد بس. ولكن الزوجه الثانيه ليها دور. دورها ايه؟ انها تحافظ على البيت الاول. يعني ايه؟ يعني هل البيت الزوجه الاولى الثانيه اللي بتحافظ على البيت الاول؟ ايوه، بتحس جوزها على انه يعدل مع البيت الاول. في زوجات كتير تانية يا جماعة بتبقى فعلا خربت بيوت، بتحس الزوج على انه يخرب البيت الاول او يسيب البيت الاول عشان هي عايزة تحس بقى بان هي المسيطرة وهي اللي معاها اللي يعني بيقولوا اللي معاها اللي عليها السبوت يعني او كده. فاحنا عايزين نقول الزوجة التانية لو حافظت على البيت الاول يا زينب ما تبقاش اي حاجة من اللي بيتقال عليها، ما تبقاش دخيلة. انا واحدة بتقولي انا في العمارة بيتهموني ان انا زوجة تانية، وعما عرفوا ان انا زوجة تانية بقوا يعاملوني وحش، واصدقائي بقوا يعاملوني وحش ومش يعني. طب ليه يا جماعه؟ هي الظروف. طب الزوج اللي اتجوزها ده ما يمكن في قصور في بيته الاول يعني. واحيانا بتكون الزوجه الثانيه مضطره ان هي تبحث لزوج تاني او ان هي تتجوز، تبقى تقبل على نفسها ان هي تكون زوجه ثانيه لصعوبه الحياه معاها. بالظبط كده. فهن يعني دي اوقات كتيره يعني انا اعرف بعض الحالات محتاجه ان هي تتزوج لظروف صعوبه الحياه، لان كانت حياتها في البدايه كانت يعني زوجها كان مخليها مش محتاجه اي حاجه. وتعرضت ان هو زوجها توفى. فمش عارفه تتكيف مع المجتمع بسبب ان زوجها كان مانعها كتير عن المجتمع ومخليها مش يعني بعيده تماما عنه يعني. كمان انا عايزه اقول يا زينب ان ربنا حلل الزواج التاني، يعني لو هي هتبقى مجرمه او ظالمه زي ما بيتقال او ازاي ربنا حلل حاجه زي كده؟ ربنا حللها. يعني حللها لو في قصور في بيته، لو في اي خطا، لو في راجل نفسه في اولاده وما فيش، يعني حاجات كتير. فيا جماعه يا ريت كل المجتمع ما يبصش للزوجه التانيه او كل الزوجه التانيه، زي ما قلت قبل كده التعميم في كل حاجه مش صح. بالضبط. يعني ما اقول كل الزوجات الثانيه غلط ووحشه وظالمه والكلام ده برضو مش صح. لو قلت برضو مظلومه برضو مش صح. تختلف حسب ظروف كل واحده. بالظبط. وتابع دخول الزوجه الاسره، يعني في راجل يدخل مراته الزوجه الثانيه يعرف مراته الاولانيه، ده صح. في واحد يخبي
الاول وبعد كده يعرف مراته مراعاة لمشاعرها يعني بيبقى ما هو بصي لازم يبقى في تخطيط صح وفي بالضبط. واحد مراته بتمسكه بعد 3 4 5 سنين متجوز عليها ومخلف وفي واحد ما بيعرفش ولا مراته تعرف غير بعد ما يموت وفي الدفنه ولا في الجنازه تلاقي واحده داخله لها بعيال فطبعا الطريقه ايه الطريقه اللي الزوجه الثانيه بتخش بيها البيت ايه والطريقه اللي بتتعامل بيها مع البيت الاول ايه واسلوبها ايه وسلوكياتها ايه لكن كزوجة تانية مش حرام ولا عيب ولا هي مجرمة ولا هي دخيلة ولا هي الكلام اللي بيتقال عليها خالص إنما هي بعد ما تتجوز الزوج إيه اللي بيحصل منها إيه تصرفاتها بنحكم عليها من هنا ما نقدرش أبدا نحكم عليها إلا إذا كانت عشرناها وعرفناها والكلام ده كله صح ولا إيه؟ بالضبط بالضبط وبعدين كمان يعني برضو بتختلف حسب نظرة الزوج للزوجة التانية يعني برضو يعني هل هو بيبقى شايفها ان هو بيبقى في احتياج فعلا ليها او ان هو ممكن يتغاضى عن الموضوع دوت يعني. مبدئيا احنا كده يعني تقريبا قربنا نخلص حلقتنا حقيقة انا مستنية تليفوناتكم ومستنية التواصل بتاعكم معايا على الصفحة بتاعتي اي واحدة عندها مشكلة نفسية او سلوكية او اجتماعية اي حاجة انا تحت امرك في اي وقت وبرضو اي زوج او اي حد عنده مشكلة عشان برنامجنا للراجل والست والطفل والكبير والصغير وكل الناس انا في انتظار تليفوناتكم وتواصلكم معايا انا وزميلتي زينب وان شاء الله يعني هرد عليكم وانا تحت امركم في النهايه طبعا هشكر زميلتي زينب الثانيه دكتوره وسعيده جدا بتواجدي مع حضرتك النهارده وانا سعيده بيكي وبشكر الشيف عبير بس طبعا قبل ما اشكرها عايزه اعرف كده عملنا اشوف البرزنتيشن بتاعك عملنا سمك اهو زي ما احنا شايفين ومعاه قدمنا معاه رز صيديه الله جميل وريحه الخضروات بصي الكزبره مهمه جدا مهمه الكزبره لاولادنا وعملنا الشوكليت بتاعنا المهلبيه الشوكليت دارك الشوكليت وبالكافي وبالقهوه الاثنين معلقه ومعلقه واهم حاجه بقى الاوميجا 3 اللي في ده حاجه كده باور طبعا الاوميجا 3 مهمه جدا لينا ودي طبعا احماض امينيه مهمه كل يعني كل اللي انت عاملاه اللي احنا قلنا عليه النهارده ده مهم قوي للسعاده وللدماغ ولتحسين المناعه النفسيه وارجوكم من فضلكم انت تقدر تحسن مناعتك النفسيه بنفسك تقدر يبقى عندك ثبات انفعالي عندك قوه تحمل عندك صبر عندك اراده عندك رضا مهم قوي ان يبقى عندك رضا والايمان والايمان في النهايه بنشكر برضو الشيف شيماء التورتتين الجمال اللي عملتهم لنا بنشكرك قوي على تورتتنا جميله قوي يا شيف شيماء وان شاء الله هنجيبك حلقه معانا تعمل لنا حاجات حلوه زي اللي انت عاملاه ان شاء الله باذن الله وقبل تورتتنا يا زينب عايزين نشكرها على قوي تورته نصر اكتوبر نصر اكتوبر دي اجمل تورته شفتها في حياتي حقيقي بجد يعني تورته نصر اكتوبر دي جميله قوي معبره جدا الحقيقه يعني بجد ما شاء الله تسلم ايديها روعه الحقيقه يعني وفي النهايه طبعا استاذنك يا زوزو عايزه اشكر مدير الاستوديو استاذ محمد الشاهد والمخرج بتاعنا محمد عبد المجيد ومدير التصوير محمد عزب ونائب مدير الاستوديو احمد حافظ ومساعد المخرج محمد عبد السلام ومدير الانتاج حسن كيلاني ومخرج منفذ عمرو عمر اشكركم كلكم ومستنياكم واستنوني انا وزينب في حلقه جديده من برنامجكم كلام عسل